أخبار اليوم. دلوقتي احنا معنا السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ اجب عن ثلاث جزئيات فقط مما ياتي. السؤال ده بتسع درجات، انت عندك اربع جزئيات، معنى كده ان ثلاث جزئيات يعني هاخد جزئيتين او هاخد ثلاث جزئيات كل واحده بثلاث درجات، يبقى في سؤال عندك اختياري، يبقى انت عندك حريه الاختيار ما بين الاربع اسئله، هتختار ما بينهم ثلاثه. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ اعرض خصائص الواجب العقلي عند كانت. خصائص الواجب العقلي اللي هي خصائص القانون الخلقي عند كانت. ايه خصائص القانون الخلقي عند كانت؟ اولا بنقول عليه مثالي وعام ومطلق. مثالي عام ومطلق. مثالي عام ومطلق ليه؟ لان هو جاي من العقل، نابع من العقل. الحاجه الثانيه بنقول ان هو مطلوب لذاته. ليه مطلوب لذاته؟ لان انا مش بستخدمه كوسيله لتحقيق اهداف اخرى او لمصلحه شخصيه. الحاجة التالتة عندي بنقول ان هو صارم. يعني ايه صارم؟ يعني لا يسمح باي استثناءات، ما بيقبلش باي استثناء من اي نوع. الحاجة الرابعة عندي ان هو ليس مشروط باي شرط. ليه؟ لان هو بيعتمد على مبادئ العقل المطلق، بيعتمد على مبادئ العقل المطلق، نابع من العقل وراده كل حاجة في العقل بتتحكم فيه. الحاجة الخامسة يفترض توافر حرية الإرادة الإنسانية للإنسان. يعني ايه؟ لازم يكون الإنسان عنده حرية للإرادة عشان يقدر يختار الفعل، عشان يبقى مسؤول عنه. ده بالنسبة لسؤال الواجب العقلي عند كانت. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ حدد اقسام النفس عند مسكوي. اقسام النفس عند مسكوي بنقول ان مسكوي اتأثر بالفلاسفة اليونانيين، واللي كان منهم افلاطون وارسطو. خد اقسام النفس من عند مين فيهم؟ خد اقسام النفس دي من عند افلاطون. قسم لي النفس لثلاث اقسام: القوى الشهوانية والقوى الغضبية والقوى العاقلة. هنبدأها بالقوى الشهوانية، بنسميها باسم البهيمية نسبة الى البهائم. ايه وظيفتها؟ قال لك وظيفتها اشباع حاجات الجسد. يعني ايه اشباع حاجات الجسد؟ يعني الحاجه اللي بتخليني عايز، زي الاكل والشرب. القوه الثانيه اللي احنا بنسميها باسم القوه الغضبيه، اللي احنا بنيها اسم ثاني بنسميها باسم السبعيه، وظيفتها ايه؟ قال لك الانفعال والغضب. انفعال وايه؟ وغضب. طيب دي بتعتبر المسؤوله عن الانفعال والغضب. اللي بنقول على القوة دي ان هي بتعتبر اوسط قوى النفس، بنسميها اوسط قوى النفس. القوة الثالثة اللي احنا بنسميها باسم القوة العاقلة نسبة الى العقل، او الناطقة نسبة الى النطق، او الملكية نسبة الى الملائكة. يبقى ليها ثلاث اسماء: عاقلة وناطقة وملكية. قال لك هنا القوة دي بتعتمد على قدرات العقلية، القوة العقلية، التفكير. دي بتعتبر ارقى قوى الايه؟ النفس. مسك بعد كده مسكوي قسم للناس على حسب اقسام النفس الايه؟ الثلاث. مين ارقاهم؟ قال لك ارقاهم اللي هتتبع القوى العاقله او القوى الناطقه او القوى الملكيه. قال لك ادناهم اللي هتتبع القوى الشهوانيه، اوسطهم اللي هتتبع القوى الايه؟ الغضبيه. هنتكلم على السؤال الثالث: اللذات عند الفارابي نوعان، بدنيه وحسيه. دلل على ذلك. دلل على ذلك يبقى معنى كده ان انا هشرحها وهدي عليها كمان ايه؟ امثله. اولا اللذه عند الفارابي بدنيه وحسيه. اللذه البدنيه اللي هي بتتم عن طريق الحواس، بتتم عن طريق الحواس. دي بتكون سهله المنال وسريعه الزواج، يعني تيجي بسرعه وبتمشي بسرعه. اللذه الثانيه اللي هي اللذه النفسيه او اللذه الفكريه، بنقول اللذه النفسيه والفكريه دي بتيجي عن طريق العقل، بتكون صعبه المنال وبرده بتكون صعبه الزوال او صعبه ان احنا نستغنى عنها. السؤال الرابع بيقول لك ناقش اثنين من اسباب دعوه روسو للحريه. كده رجعنا تاني لباب الحريه والجبريه اللي هو بيعتبر اول باب بيقابلك في المنهج. دعوه روسو للحريه بنقول هي ثلاث عوامل. العامل الاولاني اللي هي التمرد على رذائل وقيود التقدم الحضاري، تمرد على رذائل وقيود التقدم الحضاري. روسو شايف ان التقدم الحضاري ده اللي موجود في المجتمع ده بيعتبر رذيله. رذيله ليه؟ قال لك رذيله علشان بيؤدي الى انتشار وفساد الاخلاق في المجتمع. فساد اخلاق في المجتمع، يبقى معنى كده كمان ان في طبقه من اللي موجوده في المجتمع هتسيطر على باقي الحاجات اللي موجوده في المجتمع. يا ترى انهي طبقه؟ قال لك طبقه الاثرياء. طب انت عايز ايه يا روسو؟ قال لك انا عايز ارجع تاني بالانسان للحياه البدائيه عشان يعيش حياته فيها بكامل طبيعته على حريته. تمام؟ طيب العامل الثاني عندي الحق الالهي المقدس. قال لك الحق الالهي المقدس دوت اللي هو اللي كان منتشر في غالبيه انحاء اوروبا في القرن ال 18. طيب ايه هو الحق الالهي المقدس ده؟ ان شايف ان الملك او الحاكم هو خليفه الله في الارض، لا يجب الثور عليه او التعدي عليه. طيب هو عايز يقضي على نظام الحق الالهي المقدس. يبقى كده خدنا عاملين: التمرد على رذائل وقود التقدم الحضاري من ناحيه، والحق الالهي المقدس اللي هو منتشر من ناحيه ايه؟ من ناحيه ثانيه. الحق الالهي المقدس ده ساهم في تدعيم النظام الدكتاتوري. طب احنا عايزين ايه؟ قال لك عايزين نطبق العامل الثالث اللي هي تاكيد العقد الاجتماعي والديمقراطيه في الحكم، اللي اتكلم عنها روسو وقال لي
يا جماعة احنا عايزين نرفض الحق الإلهي المقدس وعايزين نعمل علاقة ما بين الحاكم وما بين المحكوم. طب العلاقة دي هتقوم على ايه؟ قالك هتقوم على حاجة اسمها العقد الاجتماعي. طيب الإنسان من ساعة ما توجد على سطح الأرض ابتدى يعيش حياته وابتدى يعتمد على نفسه في سد احتياجاته، بس الطبيعة أجبرت عليه أو فرضت عليه أنه هو يتعاون مع الآخرين. طيب يبقى إذن الإنسان من وجهة نظر جان جاك روستو اتولد إيه؟ حر. الإنسان ولد حرا ولكن تقرر أنه هو يتعاون ويتفاعل مع الآخرين، فنحن نتعاون باتفاقنا ونتنازل عن بعض حقوقنا بإرادتنا في مقابل من يتولى مقاليد الحكم الإيه؟ للجماعة. تمام؟ طيب اذا خرج الحاكم عن اراده المحكوم بنعمل ايه؟ قال لك بنعزله وبنجيب واحد ايه؟ غيره. يبقى احنا كده طبقنا مبادئ العقد الاجتماعي.